مساء الخير. طبعا هي زيارة مهمة في هذه الفترة، وخصوصا أنه كانت هناك محاولات لإيجاد يعني بعض الأسفين في العلاقة بين أقليم كردستان وإيران من جهة، والعراق وإيران من جهة، هذا من جهة. ومن جانب آخر التأكيد على أن إيران تريد على أساس بين قوسين أن ترى عراقا مستقرا، وهي تقوي علاقاتها بإقليم كردستان، ولكنها أي إيران اليوم تمر بأزمة داخلية عميقة جدا، لذلك هي تريد أن تحل أزماتها الداخلية بتقوية علاقاتها الخارجية مع العراق وإقليم كردستان، وأن تثبت لجميع الأطراف بأنها ما زالت تحتفظ بشراكتها وصداقتها مع أربيل. نحن لم ننسى قبل 3 أعوام تصريحات جواد ظريف بشأن الرئيس مسعود بارزاني وإقليم كردستان، وأن إقليم كردستان انتهى وسياسيا لم يعد وجود للإقليم. لذلك أعتقد أن كل هذه الخطوات التي تقوم بها إيران ما هي إلا تصحيح لهذه الخطوات والأخطاء التي وقعت بها في تلك الفترة. ولكن من الجانب الآخر للإقليم هي زيارة مهمة، من الممكن أن تكون فاتحة خير لوجود بعض الوساطات لإنهاء المشاكل والعقد الموجودة بين إقليم كردستان وبغداد. أيضا كانت هناك زيارة لوزير الخارجية الفرنسي، والذي بيّن بأنه أيضا سيكون شخصيا وزير الخارجية، وستكون حكومة بلاده متوسطة أو يعني في موقع الوساطة لحلحلة المشاكل بين إقليم كردستان وبغداد. هذه يعني أهمية إيجابية بالنسبة لهاتين الزيارتين لإقليم كردستان. ولكن تبقى بعض المسائل المهمة التي ما زالت تحتفظ بها إيران: التدخل في الشأن الداخلي العراقي، الاستفزازات التي صاحبت زيارة ظريف إلى بغداد وما إلى ذلك. لكن بالمجمل بالجانب الإيجابي أعتقد أن إقليم كردستان يرى بأن هذه الزيارة كانت إيجابية، وخصوصا أن الإقليم يدعو دوما إلى علاقات حسن جوار جيدة مع إيران وتركيا، ويدعو إلى إنهاء كافة الخلافات بين الدولتين، وأن إقليم كردستان ليس جزءا من الخلافات التاريخية التي كانت وما زالت تربط العراق وإيران. نعم. نعم سيد محمد، زيارة الكاظمي التي أرجئت بسبب وعكة صحية للملك سلمان كما تعرف، برأيك مدى أهمية هذه الزيارة، ولماذا اختارها الكاظمي، لماذا اختار الرياض أولى محطاته؟ نعم، طبعا هناك بعض التسريبات أشارت إلى أن الضغط الإيراني هو كان السبب في إرجاء هذه الزيارة، ولا نعلم يعني مسألة الوعكة الصحية التي يعني أدت بإرجاء هذه الزيارة لخادم الحرمين الشريفين. ولكن أعتقد أن الكاظمي يريد أن يتحرك على أكثر من جبهة، يريد أن يبين للجانب العربي السني بأن العمق العراقي ما زال محتفظا بعمقه العربي، من جهة أخرى ما زال محتفظا بشراكته مع إيران. وهناك أيضا تسريبات بيّنت بأن الزيارة الأخيرة لظريف مع الكاظمي لم تكن بالمستوى المطلوب، كان من المقرر أن تكون لمدة ساعة ولكنها استمرت 32 دقيقة. ظريف كان ممتعضا من البرودة التي رآها من الكاظمي. ظريف أيضا زار هيئة الحشد الشعبي واجتمع ببعض القضاة لمسألة يعني إيقاع المزيد من العقوبات بالمتورطين بمقتل سليماني وأبو مهدي المهندس. كل هذه المسائل تبين بأن الكاظمي يريد أن يلعب على أكثر من حبل في هذه المسألة. ولكن الأهم اليوم لدى الكاظمي وحكومة الكاظمي تقوية العلاقات مع الجانب العربي، ولا ننسى أيضا بأن هناك زيارة لطهران أيضا على أساس بعد المملكة العربية السعودية. إذن سيد محمد، ما الذي تقصده بضغوط إيرانية؟ بأن ظريف طلب، سيد محمد إذا تسمح لي، ما الذي تقصده بضغوط إيرانية؟ نعم، ضغوط إيرانية لعدم يعني لعدم وجود علاقة إيجابية تربط بين العراق والجانب العربي، هذا من جهة. ولكن كانت هناك أيضا تسريبات تبين بأن ظريف طلب من الكاظمي أن يتوسط لمزيد من الانفتاح الإيراني نحو الجانب العربي، وخصوصا نحو الجانب السعودي، أي أن إيران تريد أن تبين بأن يدها مفتوحة للسلام وتريد أن تفتح صفحة جديدة. وهذه المسائل تذكرنا بالسيناريو نهايات نظام صدام حسين الذي طالب الدول العربية بفتح صفحة جديدة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يقال بأن الكاظمي رفض بأن يكون سببا في الوساطة بين إيران والمملكة العربية السعودية، وهناك تهديدات أيضا أتت للحكومة العراقية إذا لم تنفذ المطالب الإيرانية. هذا قصدي بالضغوط، الضغوط أن زالت تريد أن تبين بأنها ما زالت محتفظة بالسطوة السياسية في العراق وما زالت متحكمة بالعملية السياسية العراقية، بدليل أن ظريف أول ما
هبط من مطار بغداد الدولي، زار المكان الذي أو تفقد المكان الذي قتل فيه سليماني وأبو مهدي المهندس، بالإضافة إلى قصف المنطقة الخضراء بالكاتيوشا، قصف السفارة الأمريكية، وهذه أيضا كانت رسالة للجانب الأمريكي بأننا نتحكم بالعملية السياسية العراقية ونضربكم في وضح النهار، ولستم أبدا هو أصحاب القرار في العراق ونحن من نتحكم. إذن يعني عندما يزور ظريف العراق ويلتقي مع الرئاسات، ما هو الداعي لأن يزور هيئة الحشد الشعبي وما هو الداعي لأن يجلس أو يجتمع مع لكن مجموعة لكن هيئة الحشد الشعبي هي مؤسسة رسمية سيد محمد، وهي مؤسسة رسمية هيئة الحشد الشعبي وإن الآن. كانت مؤسسة رسمية، هذا رجل دبلوماسي، يعني نحن نعلم كيف هي البروتوكولات، هذا رجل دبلوماسي له علاقة بالعلاقات الخارجية، هذه مسألة عسكرية، إن كانت هناك زيارة لوزير الدفاع الإيراني أو قيادات عسكرية إيرانية إلى بغداد، من الممكن بل من الأكيد ومن الضروري أن تجتمع مع قوات الجيش، مع الحشد، مع البيشمركة، مع الكثير من المسائل المتعلقة بالجانب العسكري، هناك تعاون عسكري بين العراق وإيران، نعم في مسألة الحرب ضد إرهابي داعش هذا لا ينكر، ولكن عندما يحمل ظريف رسالة إلى الجانب العسكري من بلاده حول هذه المسألة هذا يعني تحمل أكثر من علامة استفهام. بالإضافة إلى ذلك لنقل بأن مسألة الاجتماع مع الحشد الشعبي شيء طبيعي جدا، والحشد الشعبي مؤسسة مهمة، إذن ما هو الداعي للاجتماع مع السلك القضائي؟ كل هذه المسائل تبين بأن الضغوطات الإيرانية على الحكومة العراقية. إذن سيد محمد لدي سؤال آخر، ما الداعي إذن من مناقشة رئيس إقليم كردستان؟ وزير الخارجية الإيراني تحدث معه عن المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ما الداعي لذلك؟ الوساطات موجودة، يعني أنا قلت في البداية الوساطات موجودة من أكثر من طرف، جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي أيضا بين بأن بلاده سوف تعمل على تقريب النظر بين إقليم كردستان وبغداد. إيران شئنا أم أبينا اليوم تلعب دورا رئيسيا في العملية السياسية العراقية، من الجانب الإيجابي إيران كانت لها علاقات وما زالت ممتازة سياسيا واقتصاديا مع إقليم كردستان، في فترة الحرب ضد النظام السابق إيران أيضا كانت تضم الكثير من المعسكرات لقوات البيشمركة ولقوات المعارضة العراقية. الجانب الإيجابي دائما الإقليم يبحث عنه ويسير وراء هذا الجانب الإيجابي لحلحلة كل المشاكل مع بغداد من قبل أي طرف كان ومن قبل أي وساطة كانت. إذن إقليم كردستان يريد علاقات مستقرة وإيصال رسائل مهمة من قبل الشريك العتيد الحالي للحكومة العراقية ألا وهي الحكومة الإيرانية بأن الإقليم لا يريد استمرار هذه المشاكل. رئيس إقليم كردستان أوضح وبشكل واضح جدا أهمية العلاقات لحسن علاقات حسن الجوار بين الإقليم وإيران وأهمية استقرار واستمرار العلاقات الإيجابية مع بغداد. لذلك أنا أعتقد أن مسألة الوساطة من أي طرف كانت إن حملت رسائل إيجابية في تحسين العلاقات مع بغداد هذا لا مانع منه، وبالعكس الإقليم يرحب بأي وساطة وخصوصا إن قوبلت بإيجابية من قبل الحكومة العراقية ولم تستمر الحكومة العراقية بالتعنف ضد إقليم كردستان والضغط سيد على إقليم أعتذر كردستان سياسيا وعسكريا واقتصاديا. سيد محمد زنقنا المحلل السياسي من أربيل، شكرا جزيلا لك.